طيب اللافت للنظر كابتن محمد هو انه نجاح منتخب المغرب رفع الروح المعنويه بشكل كبير للغايه لشعوب العالم العربي، والفرحه حاضره في كل ارجاء الوطن العربي، كيف ترى هذه الروح الجميله؟ اولا وصول المغرب للدور قبل النهائي ده مش جاي من فراغ، جاي من شغل وجاي من عمل وتخطيط وخطه من 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 كاس العالم اللي فات لغايه النهارده. والنهارده لما هتيجي تبص للمقابله بتاعت اليوم بين المغرب وبين فرنسا وتعمل مقارنه في دوري المجموعات هتلاقي ان المغرب جابت يعني اعتلت قمه المجموعه بسبعه بونت وفرنسا عندها سته بونت. المغرب طلعت منتخبات قويه جدا بالمقارنه بالمنتخبات اللي لعبتها فرنسا. اذا في تخطيط، في شغل، في ناس عاوزه بترفع من مستواها، وده مؤشر كويس جدا ان كلنا نشوف المغرب خططت ازاي، اشتغلت ازاي، وصلت لهذه المكانه ازاي. احنا طبعا مش عارفين نتيجه المباراه النهارده ايه، لكن احنا نتمنى ان المغرب ان شاء الله تكمل وتوصل للنهائي وتاخد الكاس، عشان نقول كلنا ان احنا خدنا كاس. مش هنقول انا مصري انا 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 مغربي خدت الكاس، لا هقول انا مصري خدت الكاس، لان المغرب عربيه واحنا عرب ومسلمين. وان شاء الله باذن الله المغرب النهارده تتجاوز المنتخب الفرنسي القوي اللي انا بعتبره من المنتخبات من اول مباراه في التصفيات. شفت منتخب فرنسا وانا بقول منتخب فرنسا هو اللي هياخد كاس العالم. طبعا ما كنتش اعرف ان المغرب بهذا الشكل، وطبعا لما شفت المغرب بهذا الشكل كان قلبي معاهم ودعواتي معاهم ودعوات كل العرب كانوا معاهم. لكن انا بقول ان المنتخب الفرنسي برضو منتخب قوي وعقبه كبيره قدام المغرب، لكن بالروح القتاليه اللي فيها المغرب وبالانتماء القوي وبدعوات كل العرب للمغرب ان شاء الله نتجاوز عقبه فرنسا ان شاء الله اليوم باذن الله. باذن الله. We'll be right back.